السلام عليكم، كي دايرتو؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي ندير معكم واحد الفلوغ، ولكن بديت من العشيه. لقيتوني في الكوزينه خليت الماء ديال الغدا، فقت الصباح شي شويه عيانه حيت كنت هاد السيمانه تقريبا كلها عرضات، وعطيتها للحم والمعده ديالي ضغطتني بزاف. اليوم طيبت غير ديسه ومهم شلاضه، وكليت منها شويه الفريج هادي، فما بغيتش نشاركو معكم. وهادي تقريبا 3:30 العشيه عندي لاصال اليوم. قبل الكونفينمون ما ترينيتش كاع، ماشي على لو بوا ولا غير المورال، وحتى فاش كتريني كتحس براسك خفيف، ماشي غير جالس ما كتحرك ما حتى شي حاجه. راكم عارفين مع الكونفينمون، فكما قلت لكم غادي نمشي للصال، ومن بعد غادي نمشي للمدينه دايره مع خالتي. خالتي كلثوم عندها تقريبا 8 شهور دابا، قربت تولد لها فكا على خير. غادي نمشيو للمدينه باش غادي نشريو القوم ديال الزميطه، وغادي نشارك معكم كل شيء. ومن بعد ان شاء الله باذن الله غادي نمشي للمحل ديال لي شال اللي خديت من اللي كناخذ منه لي شال، حيت بزاف ديال البنات قالوا لي من تاخدي لي شال، فغادي نسالكم معايا. المهم خليكم معايا، اول حاجه كما قلت لكم غادي نمشي لاصال تريني، ومن بعد غادي نتلاقى انا وخالتي، فخليكم معايا اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. المهم كما كتشوفوا جمعت حوايجي ومشيت للاصال، واخا مشيت شي شويه معطله، ولكن اول نهار ما كنتش عارفه التوقيت. دخلت للاصال كانوا غير شويه ديال الناس، لان مازال ما تجمعناش. صافي بدلت حوايجي باش نتريني. المهم البنات انا كملت لا سيونس ديالي دابا، ما يمكنليش نبان لكم كما كتعرفوا راني لابسه حوايج سبور. غادي نعرفكم بلو كوتش سناء ديالنا، اول مره صراحه كتلعبنا. السلام عليكم ديال البنات، مرحبا بكم عندنا. حنا في لاصال اللي كنديروا لا دوس اورينتال، زومبا، سالسا. مرحبا مرحبا بك غزلان، مرحبا بالفامي ديالك كامله. الله يرحب بك حبيبتي، مرحبا بالصحابات كاملين عندنا. حنا في لاصال حدا ايكول ايمت في مرجان، اللي بغى يتواصل مع غزلان ومرحبا بكم كاملين. الله يكبر بك. وبالنسبه بالمناسبه البنات راه كديبلاصي الا بغيتو لا دونس اوريونتال، راه كدير لي سيونس في الدار، واللي بغات تجي عندنا لاصال مرحبا بها. مرحبا، وهنا لاصال تبارك الله 100% فام. هانتوما كما كتشوفوا لي سباس كبير وفيه لي ماتيريال وفيه كل شيء كما كتشوفوا. مرحبا بكم، سيكوريتي امان لي فام 100%، كل شيء مستور. مرحبا، لاصال سوسي لاصال فتحي. المهم تواصلوا مع غزلان، غادي عندكم غادي نخلي لكم لي مورو التليفون ولي زانفورماسيون كامله في صندوق الوصف. ميرسي بوك حبيبه. صافي من بعد ما ساليت كما قلت لكم دازت عليا خالتي وشدينا الطريق للمدينه، ديت معايا البنات ومشينا للهديم باش غادي نشريو داكشي اللي غادي خاصنا. هنايا كما شفتوا هذا المركب اللي كاين حدا الهديم، دخلنا المركب ضروري انا كنمشي له الحق. الصراحه ما كاينش الزحام واللي بغيتيها كتلقاها فيه. مشيت كنت بغيت ناخذ شي حاجه ديال الحلوه، هذا هو المحل اللي كناخذ منه. فاش كتدخلوا على المركب، المهم المحل راه معروف على يديكم اليسار فاش كتدخلوا. هاد المطيبه هادي راني خديتها دابا ندير معكم شي واحد الحلوه بها، كتجي غزاله. عنده اي حاجه كتعلق بالحلويات، هادو اللي كناخذ ديال المملحات، المهم اي حاجه، نوغا، شوكولا، اي حاجه كتحتاجوها بالنسبه للحلوه. صراحه انا كناخذ من عنده، كناخذ من عند واحد في اجلال. المهم انا غير باش نعطيكم فكره، هذا هو الفيوتي اللي كنخدم البنات ديال الطبق المقرمشه، كنزين به الصابلي، عنده داكشي زوين ودي بري ريزونابل. عندو هاد المول هادو كنت بغيت ناخدو ساعة ما ديتوش مرة أخرى. هادا المول عندي، هاد المول هادا راني ديجا حاطة الوصفة في القناة. عندو كيما قلت لكم أي حاجة، عندو لي دغاجي، ولكن ما لقيتش بزاف ديال الأنواع ديال لي دغاجي، وقلت حتى توليد عاد ناخدو باش يكون الجديد. كيما كتعرفو دابا الكونفينمون راه مكينش نهائي الجديد، داكشي غير لي قديم. هادو هما لي بانولي، هادوك لي بوسيت هما لي بانولي جداد. كما شفتوا كيبيع المستلزمات لعيد الميلاد كلشي، وتا هاد البريرده حتى هما زوينين، ولكن ما عجبونيش بزاف حتى تولد ان شاء الله ونعاود نجي عنده. كناخد من عند واحد في البرج سميتو محسن، وكناخد من عند فؤاد اللي في اجلال. عنده المطيبات جميع انواع المطيبات، هادو ديال الفقاس. صافي هبطنا لتحت ديال المركب، واحد السيد كناخد من عندو الماكياج، عندو هادو الفيتامين سي، فيتامين او، عندو هاد لي كريم هادو دو جو ديال الليل وديال النهار، ديال بلايا زوينين. عندو شي حاجه يعني هداك الشيء كامل ديال المانيا، هاد لي برودوي هادو. عندو المكملات الغذائيه هادو ديال المغنيسيوم، حتى هما غزالين كنصحكم بهم البنات بالنسبه للناس اللي كيستخدموهم الشهر.
وهاد هاد المشطه هادي قالت لي خالتي راه عندي زوينه ان شاء الله من بعد وغادي ناخدها كدير 100 درهم غير يكون الشعر ناشف ومشطوب بها قال لك زوينه. المهم الرقم ديال المحل ديالو 152 الا بغيتو تهبطو عنده. وكنصحكم بالمنتجات ديال بلايا زوينين البنات فنين. هاد ديودورون هادي كنديرها من بعد الحمام غزاله راني خديتها. ان شاء الله ما بقاليش الوقت باش ندير لكم فيديو على المشتريات ديالي، ان شاء الله فيديو جاي نديرو لكم. وكاين واحد رقم ديالو 151 كيبيع نضار، كيبيع لي بارفان ديال زهرة، لي بارفان ديال سفير، يعني عندهم كلشي. هادو ديال هذا الصباغه ما فيهاش الامونياك وفيها الكولاجين يعني زوينه، وفيها الشامبوني دي ميليور ديالها. يعني عطيتكم غير نبدأ على المنتوجات اللي كيديروا اللي كيبيعوا. ان شاء الله فيديوهاتي الا كنتو كتبغيو بحال هاد النوع ديال الفيديوهات غادي نمشي ندير لكم جوله على كل منتوج ولا اش كيصلح وكل حاجه اللي مجربه انا. كما شفتوا هاد المشطه هادي راني كنت بغيت نجربها غزاله، قال لك كتنشف شعرها وكتمشط بها وكتطلقوا. راه ما عنده ما غالياش وعنده بزاف ديال الانواع ديال لي بلاك. عنده هاد المشطه هادي هاد الغوز هادي شفتوها اللي كتمشط الشعر، وواحد الحانوت واحد اخر حداه الرقم ديالو 154. عنده هاد الماسكادا ديال مايونيز غزاله البنات انا مجرباه. المهم ضربنا دويره تما خديت شي حوايج ومشينا للمارشي ديال الهديم. دابا هذا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مكناس، هذا هو باب منصور اللي في الهديم. غادي نمشيو للمارشي ديال الهديم. صراحه لقيناه خاوي ماشي بحال داك الرواج اللي تيكون قبل الكونفينمون، فيه الزيتون، فيه الكاطو، فيه العطريه، فيه اي حاجه كتحتاجوها، يعني المواد ديال الماكله الغذائيه كتلقاوها فيها، العطور، الاعشاب، كلشي كتلقاوها فيه. يعني اي حاجه قلبتوا عليها غادي تلقاوها فيه. مي انا غادي نمشي عند واحد السيد اللي ديما كنمشي عنده اللي هو شهيد. كما شفتوا هنايا عنده اي حاجه عندهم هاد الافكار، عندهم الحوت كاين بزاف، ولكن الصراحه لقينا كلشي سد لان الكونفينمون ما عرفتش واش قيله واش ديما كيسدوا ولا مشينا معطلين. هذا هو شهيد اللي كنخدم عنده كلشي غزال، العطريه مغرب لا عنده هذا جنجلان نقي، عنده الكاوكاو حتى هو ما تلقاو فيه حتى شي حاجه. يعني غير كتجيبيه كتغسليه وكتصيري غير شي شويه كدوزي عليه يدك وكتستعمليه. هنايا كان كيشرح ليا عندنا الناس اللي حيت خديت من عنده لابان داكار، وقال لي راه واحد السيمانه وغادي يكون ما يعني ما متواجدش بالنسبه للناس اللي كانوا يسولوني. وهذه بالنسبه للمقادير ديال الزميطه، خديت كيلو ونص ديال الجنجلان، كيلو ديال الكاوكاو الحمر، كيلو الكاوكاو البيض، كيلو ديال اللوز، عنده النافع وحبه حلاوه والنافع الكستاني، عنده مغربلين يعني مطحونين، هما اللي كيجوني انا صعب، اما داكشي الاخر كله كيجيني ساهل. النافع اللي كيجيني فيه يعني فيه بزاف ديال التماره كنبقى نقيه. خدينا القرفه، سكر كلاصي، المسكه الحره والكوزه، يعني داكشي كامل غادي خصنا. ان شاء الله دابا نشارك معكم فاش غادي نمشي نصايب لها الزميطه. غادي نصايب معكم الطريقه ديال الزميطه اللي كنخدم. ما كنديرش انا الطحين بزاف، يعني هاد المقادير كامله كنديروا فيها كيلو ونص ديال الطحين اللي محرق. دابا نشاركها كما قلت لكم معكم. المهم اللي سالينا مشينا لهنا للهديم. كما كتشوفوا الصراحه كما قلت لكم راه ما كاينش بزاف ديال الشواء، ما كاين بزاف ديال الحيوانات. كما شفتوا هذه الساحه ديال الهديم راه خاويه، والناس يعني البوليس كيديروا ضروري البافيت، ضروري خاصكم ديروا الوقايه. خاوي الصراحه كتكون هذه البلاصه فيها الحلقه، كتكون فيها الناس كيبيعوا وشري، والماكله القهاوي عامرين، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. على كل حال صافي هبطنا على السكاكين. السكاكين كانت خاويه، مشيت خديت واحد الصنيدله دابا نشاركها معكم. ودخلنا هنايا على قبه السوق باش غادي نمشيو لدرب الفتيان. كما شفتوا هنايا دربنا هبطنا على ماشي درب الفتيان، خساريه الرتيمي، فيها داكشي كامل ديال لي بيبي، ماشي غير لي بيبي، الدراري الصغار كاملين. خدينا الساك وخدينا الكونه، خدينا الحويجات ديال داكشي ديال التحت، وخدات واحد جوج لبيسات. كما شفتوا كاينه لوشوا كثيره وتا الاثمنه جد مناسبه. خدينا الصماط والماط، وخدينا المهم داكشي اللي كيخص. كما قلت لكم حتى الا مشيت عندها وغادي نوريكم في فيديو داكشي كامل اللي شرات. وخدات واحد الملايه،
ولكن كانت بغات واحد الملايه في واحد الشكل وما لقاتهاش، غادي تكون في الريحان. خدات كما قلت لكم واحد الكونه، المهم داكشي اللي كان خاصها كامل خداته. راكم عارفين باش فوق ما جهل وجه غيكون كلشي حداها، ما متقاش عاد غدا غدا جايه خاصني هذه خاصني هذه. خدات كلشي في نهار واحد، يعني هاد الدرب الفتيان هذا راه معروف عندنا، ماشي درب الفتيان، عاوتاني قلت لكم درب الفتيان، قصريه ترتيمي فيها كلشي داكشي اللي كيخص. صراحه واثمنه مناسبه، كنا مشينا هكا لي غون سيرفاس هذا فيهم اثمنه شي شويه طالها كما شفتوا. كاين الصاك في جميع الالوان وفي جميع الاشكال، وعلى حسب جيبك، وعلى حسب كل واحد والقد ديالو، وعلى حسب كل واحد وجهده. مام كيما كتشوفوا شوفوا هاد الكسيوه شحال غزاله. المهم داكشي ديال الخلوق كاين موجود، هادشي ديال مستلزمات البيبي كامل، كلشي هنا. هنا نهبطت على درب الفتيان. بالنسبه للبنات اللي كانوا يسولوني ملي كناخذ لي شال ديالي، انا غادي نوريكم البلاصه بالضبط. المهم فاش كتكونوا هابطين على قبه السوق كتهبطوا على درب الفتيان. ها هو الدرب راه معروف، يعني كاين حدا واحد مول ماكياج المدرسي راه معروف عندنا هنا في مكناس، كاين بالجنب ديالو المحل سميتو امين، عندو جميع انواع لي شال والدرور، وعندو لي بوني، عندو داكشي كامل اللي كيخص المحتجبات باثمنه جد مناسبه. عندو ديال لك راه كما قلت لكم عندو الدرور ولي شال، يعني كاينه له شوه كبيره. بالنسبه لهذوك لي شال اللي كناخذ راه عندهم متوفرين، كاين فيهم 12 لون. عندو لي بوني، لي بوني اللي كيغطيو الصدر، ولي بوني اللي كيكونوا هكا على شكل باندا، البونيات اللي تيكونوا سميتهم نينجا كيغطيو العنق، هادو كي كما قلت لكم تيغطيو الصدر، كاينين جميع الالوان فيهم. بالنسبه للبنات هكا اللي تيبغيو يديروا التوربال ولا شي حاجه، تيبغيو يغطيو العنق ديالهم والصدر ديالهم، راه كاينين متوفرين باثمنه كما قلت لكم مناسبه، وجميع الالوان، وتا لا كاليتي ديالهم ديال القطن زوين، يعني ما كتخليش ما كتزمتش الراس وزوينه. انا صراحه هما اللي كناخذهم من عنده. وبالنسبه هادي بحال هذاك اللي صايبت داك النهار في لافيديو، دايره بحال الدريره كتحزميها من اللور، كديري تحت منها غير شي مقباط ولا شي باندا كبيره. هادو هما لي شال اللي كناخد، عنده ديال الشيفون اولا قولوا له الكريب، كاين فيهم 12 لون في جميع الالوان. صراحه الالوان ديالهم يعني بارده وزوينه، فيهم واحد اللوينات زوينين، تيديروا تقريبا 70 درهم، وكاينين ديال 40 درهم، وكاينين ديال 120. كاين الفرق ما بين ديال 40 وديال 70 درهم، ديال 40 درهم تيكونوا شي شويه مكمشين، لا مارك ديالهم هي ميراي. صراحه غزالين، انا خديت واحد في واحد لا كولور بحال غري بحال الموف، كان خاصني لواحد الكسوه هو اللي خديت. كما كتشوفوا فيهم الوان زوينه، وعنده حتى ليكرات هي عندها، عنده الوان تقريبا واحد قال لي 20 لون ديال ليكرا عنده.
كما شفتوا هذا هو لا كولور اللي خديت بحال الكري بحال الموف، صراحه كيعجبوني وكيجوني عاملين. كنتمنى ان هذا لا فيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تدعموني. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، حاولت نعطيكم الفكره على البلايص مي كناخذ يعني لي شال، وديتكم للمارشي باش نوريكم البلاصه مي كناخذ العطريه والمستلزمات يعني داكشي كامل اللي كيخصني العشوب. وهداك السيد صراحه هو اللي كنخدم عنده البان تاكر، بزاف ديال البنات كانوا يسولوني. كنتمنى ان هذا لا فيديو يكون نال الاستحسان ديالكم، الا كانوا كيعجبكم بحال هاد الانواع ديال لي فيديو قولوها لي. صراحه في الليل كنا مشينا عند العشير تعشينا، كان ديشارج التليفون ما صورت لكم حتى شي حاجه، وني تهيت. كنتمنى انكم تدعموني، وبسلامه عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف.